والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة، أهلا بك. شكرا لكما إلهام نمر وأميمة تمام. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي ضمن زيارتهم لمصر، وذلك بمبنى المارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية. تأتي الزيارة في إطار التعاون بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، واستمرارا لجهود الهيئة في التعريف بمستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس. وخلال اللقاء أطلع رئيس الهيئة الحضور على نظام الملاحة في قناة السويس وما حققه مشروع قناة السويس الجديد من مزايا ملاحية عديدة، حيث سمح بعبور السفن في الاتجاهين دون انتظار، مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها القناة بالمجتمع الملاحي وما تشهده من تطورات غير مسبوقة على كافة الأصعدة. أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع على تراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية وسط أحجام تداول منخفضة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 737.3 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 37% ليغلق عند مستوى 11457 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 2102 نقطة. وهبط مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبه 1.5% ليغلق عند مستوى 3093 نقطه. تباين اداء اسواق الاسهم بالخليج في الوقت الذي حوم فيه المؤشر السعودي بالقرب من اعلى مستوى له في 15 عاما وسط ارتفاع أسعار النفط، وصعد المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 7% مع ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك بنسبة 1.5% وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو 7%. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى إلهام وأميمة. إليكما. شكرا لك يا رغدة أبو ليلى.